مساء الخير. إذا ما شعر الإنسان بالمرض فإنه يذهب إلى الطبيب، ولكن ماذا لو لم يجد الطبيب ولا المستشفى ولا الممرضين والممرضات؟ ماذا يفعل المريض بوجعه الجسدي إلى جانب أوجاعه الحياتية اليومية؟ يعاني القطاع الصحي، شأنه شأن أغلب القطاعات، يعاني من تسرب الكفاءات ونقص المعدات وضعف القدرة على التشغيل. المستشفيات، الأطباء، الممرضات والممرضون هم أول المصابين. حلقة اليوم من كلمة سواء عنوانها القطاع الصحي في غرفة الإنعاش، ويسرني أن أستضيف في الاستوديو نقيب الأطباء في لبنان دكتور شرف أبو شرف. مساء الخير دكتور شرف. مساء النور إليك وللمشاهدين الكرام. أهلا بكم. وللحديث عن نقابة الممرضين والممرضات ستكون معنا النقيبة ريما ساسين. مساء الخير ريما. مساء النور. مساء النور، ميرسي لاستضافتكم. أهلا بك. وأيضا سينضم إلينا خلال الحلقة سعادة النائب فادي علامي، عضو لجنة الصحة النيابية ونائب نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة في لبنان. دكتور شرف، أهلا بكم من جديد. بداية مع حضرتك، القطاع الطبي بالعناية الفائقة، هيك اليوم أنا ارتأيت أن يكون عنوان الحلقة نظرا للوضع المؤلم الذي يعاني منه القطاع الطبي للأسف في لبنان. حقيقة بدت لا تخفى أبدا على أحد، إن كان من ناحية الأسرة الممتلئة بالمستشفيات، النقص بالأدوية والمستلزمات، والممرضين والأطباء وغيرهم. دكتور شرف، كيف يمكنكم اليوم التوفيق يعني بين دوركم الإنساني وواجبكم وبين قدرتكم على الاستمرار بهيك وضع للأسف متعب جدا؟ أولا البلد كله بالعناية الفائقة، مش بس القطاع الطبي التمريض الاستشفائي، والكل بدون يتعاونوا حتى نقدر نطلع من العناية الفائقة. التعاون صحيح، نحن مهنتنا مهنة إنسانية، إنما بعتبر كل المهن مهن إنسانية. الوضع مأزوم اقتصاديا بشكل كبير، إذا ما تعاوننا وإذا ما إجينا مساعدات من برا، خاصة مساعدات مالية، مع الأسف ما قادرين نكمل. ذكرت في نواقص كتير موجودة. نعم، مثل واحد عم يشتغل من لحمه الحي صار. نعم. حتى يقدر يعالج حاله ويتخطى هالمرحلة الصعبة اللي نحن عايشينها وبصعوبة عم نواجهها. إذا كملت هيك لفترة طويلة، مع الأسف شيء اللي كنا نتغنى فيه قبل، لبنان مستشفى الشرق، رح نفقده. في مقومات كتيرة هاجرت، ولكن بعد في مقومات كتيرة موجودة وعم ينبنى عليها، اللي عم بيساعد العدد الكبير بالأساس اللي كان موجود، ويلي هو عم بيناضل عم بيجاهد حتى يبقى بالبلد بالحد الأدنى من الأشياء اللي بنقبل فيها. ولكن برجع بقول، إذا ما صار في تعاون جدي بين الجميع وتضامن ومساعدة خارجية، وضعنا ما قادرين نكمل. طيب دكتور شرف، يعني مثل ما حضرتك عم تقول أنه فعلا الأزمة كبيرة إلى هذا الحد، ومن زمان صرختكم نحن عم نسمعها، إن كان عبر وسائل التواصل الاجتماعي، عبر التلفزيونات، عبر أي يعني وسيلة ممكن كنتوا توصلوا فيها صوتكم. ليه فعلا يعني ما أعلنت بعد حالة طوارئ؟ يعني ليه بعدنا منحس أنه اسمح لي يعني بين قوسين، مثل كأنه يعني أنه ماشي الحال؟ أولا كان في إشي ماشي حالة لأنه الوضع الاقتصادي كان ماشي حاله، مع أنه كان في أمور كتير بتدل أنه الطريقة اللي كنا عايشين فيها وعم نشتغل فيها رح تؤدي إلى النتيجة اللي وصلنا لها هلأ، إن كان من حيث المصروف والبزخ يلي كنا عايشين فيه، وإن كان من حيث الهدر والفساد اللي كان موجود. اثنيناتهم كتار نبهوا إلى أنه رح نوصل إلى هالحيط المسدود، وصلنا له هلأ. لا شك الأكترية اللي موجودة أكترية عندها كفاءة عالية وعندها أخلاق عالية، وهي بتضل طاغية، وهي اللي بتبين بالأزمات الكبيرة واللي مبينة هلأ موجودة على الأرض، عم تشتغل بكل إنسانية وبكل روحية حتى تقدر تأدي واجبها وتأمن الحد الأدنى، خلينا نقول بالطبابة للجميع. ولكن حتى بالطبابة إذا ما تأمنوا الأولويات والأمور الأساسية ما بنقدر نكمل. كيف مربطناها؟ نرجع من القطع، إما
بالوضع الاقتصادي بالمال يعني حتى نقدر نأمن معدات مستحضرات طبية أدوية أساسية إلى آخره. هلا أكيد البنك الدولي الوزارات المعنية عم بتجرب تأمن بعض الأمور تا الأمور تضل ماشي. وهون الصراحة في وزير الصحة الحالي عمل أشياء كثيرة ومجهود كبير تا يأمن هالأشياء هاي، ونحن بذات الوقت مجبورين نتعاون حتى نساند بعضنا ومش نضل فالين لبرا مثل ما هي صايرة هلا. نعم دكتور شرف، طبعا مثل ما بلشنا بحديثنا مش بس المستشفيات او الدكاتره عم بيعانوا، ايضا القطاع التمريضي باكمله الممرضون الممرضات قاموا من فتره كم يوم بمثل وقفات احتجاجيه، يعني النقابه ايضا اطلقت صوتها حتى يعبروا عن الوجع اللي عم يمرقوا فيه الممرضين والممرضات. رح نحكي اكثر عن هيدا. انا من زمان حامل لواء الممرضات لانه انا بعتبر منكمل بعضنا. اكيد التعريفات او المعاشات الهزيله اللي كانت عم تندفع لهم ما بتشجعهم يضلوا موجودين. نعم لهم حقوق وفي واجبات عم تنعمل بافضل ما يكون، ولكن ضروري جدا هن يندعموا بقوه وبسرعه. ما في شك، اكيد رح نشوف اكثر التفاصيل مع النقيبة ريما ساسين نقيبة الممرضين والممرضات. مساء الخير عن جديد. مساء النور. مساء النور. مساء الخير نقيبي. ايه مساء الخير لحضرة النقيب. حتى نوصل للهدف اللي كلنا عم نشتغل مشانه. نعم صحيح حضرة النقيبة. نعم نتذكر. نعم نعم حضرة النقيبة، يعني اطلقتوا صرخة من كم يوم، طبعا حضرتكم موجوعين مثل اي قطاع بلبنان موجوع. السؤال الابرز اليوم الى اين؟ من بعد هيدي الوقفات الاحتجاجيه والمطالب. يا ريت حدا بيعرف الى اين. على كل حال انا بشدد اللي عم بيقوله كمان دكتور شرف ابو شرف، نحن شركاء صحيين ونحن كلنا حول المريض، ومهمتنا هي انه ندافع عن حقوق المريض ونحسن الصحه ونقدم العنايه اللازمه لكل الشعب اللبناني. بس صرنا يعني عن جد سنين عم نعاني، وصلنا هلا الى اين؟ الى وضع كثير صعب عم بيعاني منه القطاع التمريضي، إن كان بمعيشته، إن كان بسلسل بالرتب والرواتب اللي عم ياخدها، إن كان بتنقلاته. مشان هيك مبارح بالضبط قمنا بهالوقفة المطلبية تحت عنوان بالصحة ما لازم يصح إلا الصحيح، معا لإنقاذ قطاع التمريض. وعلينا الصوت لأنه صار مهاجر من عنا 2000 ممرض ومرضى، وهن من أصحاب الكفاءات والخبرات. هلأ صحيح في عنا مقابيل الناس عم تتخرج وتقريبا زاد العدد، بس هودي الناس جديد بحاجه لمرافقه لكمان ليقدروا يفوتوا بالسيستم ويقدروا يكونوا عمليين ويقوموا بواجباتهم مثل ما هي لازم. والوضع صار مزري جدا، وحاولنا كثير وما يعني قمنا بكثير زيارات مع المعنيين، مشان هيك ما عاد فينا، قلنا لازم نوقف كلنا وقفه تضامنيه سميناها تحذيريه، بندعي فيها كل المعنيين بالبلد لحتى كلنا سوا مثل ما كان عم بيقول النقيب بدنا نقوم بحوار جدي وتفاوض اول شيء مع بعضنا البعض، وثاني شيء كمان لازم نستفيد ونطلب سبل دعم مالي كان من صندوق النقد الدولي او من كل كافه الجهات الضامنه تساعد هالقطاع الصحي والقطاع التمريضي خاصة اللي ما عاد في يوقف على إجري، واللي فعلا إذا بدنا نهتم بالشعب أول شيء بدنا نهتم فيه هو أولا. حضرة النقيبة، نعم نعم أطلقتم سلسلة يعني مطالب، ما هي أبرزها؟ طالب. شو كان أبرزها؟ أبرزها هي أول شيء رفع الأجور، يعني هلأ الأجر الممرض والممرضة يعني بيوازي على الدولار اليوم ب 27-28 ألف، أنجأ بيطلع 50 دولار، يعني هي عم تقبض بين 1,500,000 ماكسيموم 2,000,000، يعني ما عم يتعدى 50-60 دولار، فهيدا الشيء ما عم يقدر تقوم فيه بواجباتها. يعني إذا بدها تجي من بيتها على المستشفى تنقلات ما عم تقدر تعبي تنكتين أو ثلاثة بنزين فيهم. مشان هيك بقدر أكد لك أنه في بعض الممرضين قاعدين ببيوتهم
لانه عم يعتبروا هالمعاش فقط عم بيغطي بدل التنقل، فقالوا افضل نقعد ببيوتنا. في ناس صحيح هاجروا، بس في ناس ما عندهم القدره يهاجروا، قاعدين ببيوتهم. فاذا جبنا هالناس اللي قاعدين ببيوتهم، واذا جبنا هالناس اللي عم يتخرجوا امنا لهم معاش محترم، وهون عم طالب كمان انه يكون نسبه مئويه من المعاش بالدولار الامريكي. يعني اذا بدنا نضلنا هيك عايشين، ما عاد فينا نعطيها للمرضى 1,500,000 وكل الاشياء بالسوق مسعره على سعر الدولار. دونك هذا اول مطلب كثير مهم لنا. ثاني مطلب بالنقل، صحيح كلهم المستشفيات التزموا بتسعيرة الدولة طلعت فيها 24,000 ليرة بالنهار، بس هذا الشيء مش كافي. يعني لازم كمان المستشفيات تلاقي سبل، مش انه بوقت الأزمة كان في منهم عم تنيمهم بالمستشفى، منهم عم تعطيهم أيام فرصة تما يجوا كل يوم. نحن شغلنا ما بينشغل أونلاين ولا عن بعد، مجبورين نتنقل كل يوم تنجي على المستشفى. طلبنا انه كمان هالمستشفيات تعطي بدل صفيحة بنزين اسبوعيا، ما تلتزم بس بال 24,000 او بال 65,000. واكيد الدعم المالي، انا بضم صوتي انه ايه بدنا دعم مالي من الخارج. بعرف بعض المؤسسات الصحيه هي كمان عندها مشاكل ماليه، فنحن كلنا بدنا نتعاون تنجيب سبل دعم برعايه الوزير الصحه، اللي نحن بنحيي جهوده انه كمان يساعدنا مع نقيب المستشفيات الخاصه لحتى يتلاقى سبل دعم من الخارج لنعلي المعاشات والاجور للمرضين تتسيروا يقدروا يقوموا بحياتهم يعني وبعيالهم. وهون لاحظنا انه الناس اللي عم بتسافر هي ناس متزوجه، يعني كان هدفها الرئيسي بالسفر، واخذنا خبرات حياه، ومشان هيك عم بقدر اقول اليوم انه فلوا كرمال تيأمنوا مستقبل افضل لاولادهم. فاذا هالمستشفيات الصحيه اعطتهم حوافز ومساعدات مدرسيه وجامعيه لاولادهم، كمان هذا الشيء بيقدر يسعفهم. يعني عدا عن الاجر، كمان مساعدات مدرسيه وحوافز للناس اللي بيشتغلوا بالتطعيم بمراكز التطعيم كورونا، وعرفنا قديش دورهم كثير كبير طبعا. او بالاقسام المغلقه مثل العنايه الفائقه، هودي كمان بدنا نلحظهم. واهم شيء هي حمايه الممرضه من العنف، وهون بعرف انه حضره النائب دكتور شرف قايمين بقانون لحمايه نعم للعنف، وهيدا انا بشدد عليه. ايه هلا بعض الحالات الناس كلها عصابه بتجي على الطوارئ بتفش خلقها يا بالطبيب يا بالممرضه، يعني هن كمان لازم نشكرهم انه بعدهم صامدين وواقفين وعم بيقدموا العنايه، فما فينا كمان يصير في عنف وعدم احترام لهم تيقدروا يامنوا كمان هن واجباتهم المطلوبه منهم. نعم نعم. حضره النائبه خليكي معنا شوي اذا بتريدي دكتور يعني. شرف، يعني حضره النائبه سبقتنا، كنا يعني من ضمن سياق الحلقه كنا عم نحكي تحت الهواء، بدنا نحكي عن كيف اليوم نحمي الطبيب. يعني هلا الدكتوره عم بتقول انه في يعني في خوف انه يتوجه اي شخص غاضب، نحن بنعرف هلا قد الاوضاع سيئه، الناس كلها موتره، يتوجه على الطوارئ، يقوم بالتعرض لاي طبيب. خلينا نبلش بس نحكي عن هيدي الحاله اللي هلا حكت عنها حضره النائبه. اولا في امور كثير من المشاكل يلي بجت بوجهنا بسبب الازمه الاقتصاديه هي مشاكل مزمنه كان لازم من زمان تتعالج، مع الاسف ما كنا نلاقي أذان صاغية لها، ومنها ضروري جدا كل سياسة صحية يفترض ينعاد النظر فيها بتعاون كل الجهات الصحية المعنية. فيما يتعلق بالحمايات أو التحفيزات، أنا صرت أعتبرهم يلي عم تذكرهم النائبة، بدك حماية اجتماعية وحماية قانونية. الحماية القانونية اللي كنا عم نشوفها طبيب عم بيقوم بواجباته بالطوارئ، عم بيعالج مريض، إما الأهل مستنفرين لسبب من الأسباب، ولد صرخ، توفى المريض لسبب ما لأنه المشكل تبعه كبير، بيبلوا إيدهم بالطبيب أو بالممرض أو بالعامل الصحي الموجود بالمستشفى. بنا إلا هالشي مش معقول يكمل مثل ما هو بدون عقاب. طلبنا من الجهات المعنية وخاصة من اللجنة الصحة النيابية بمجلس النواب ولجنة الإدارة والعدل فيما بعد نطلع قانون، وطلع القانون ومشكورين عليه،
يحمي الطبيب ويغرم ويجرم كل من يعتدي على طاقم الطبيب. طبي تمريضي. ما بقى فيه يعني يطلع من باب يفوت من باب، بفوت على الحبس ببلاد العالم كلها مش موجوده. طبيب او ممرض عم بيعالج مريض يخلص له حياته، ما بيلاقي حاله الا انضرب وانعطب، في منهم انعطبوا او بيتقوص عليهم بسلاح. هذا شيء مش مقبول، وهي ضروري جدا ينسجن المعتدي ويدفع غرامه، يدفع عتله ضرر. كيف هالقصه هيدي؟ ما صايره بلد بالعالم، علما انه كلياتنا عارفين الموضوع، ولكن مع الاسف طولت كثير تقدرنا طلعنا القانون. هلا بيبقى التنفيذ وبتامل انه نقدر ننفذه، لانه هاي كمان طريقه نحمي هالطاقم هذا، والا عم بفلوا. بيقول لك انا اجتماعيا ما في شيء مامن، صحيح، معاشي هزيل، مثل ما قالت الممرضه اللي فهمته من نقيبه ممرضه تقبض بين الخمسين والـ100 دولار، يعني الخادمة بالبيت صارت تقبض دوب العنا، اكل شارب نايمة. هون عم بتقوم بكل الواجب، ما طلع على شيء. الأجنبي بلبنان دكتور مزبوط صار عم ولا دكتور. حتى المساعدات اللي عم تيجي للأجانب الموجودين بلبنان أكثر بكثير مما عم يطلع له اللبناني اللي عم يشتغل بوطنه. دونك في أخطاء كبيرة كانت موجودة لم تعالج، ضروري جدا تتاخذ بعين الاعتبار، واذا في قوانين، وهلا طلع قوانين بمجلس النواب، تتنفذ، يعني بده يكون في جديه بالتنفيذ وبالعمل، وهي طريقه تنقدر نحفزهم يضلوا. والا مع الاسف بده يكملوا ظهرتهم لبرا، وبرا عم ياخذوهم بكل سهوله. ليه؟ لانه كفاءه عاليه، بامنوا لهم كل شيء، يعني ما في مستشفى جامع ببيروت ما خسر اقل من 100 لـ150 طبيب مثلا. احدهم اللي اخذوني انا امنوا شغل لمدامتي وامنوا كل شيء لعائلتي لاولاده بالمدارس وبالجامعات. طيب دكتور، هل فينا نقول اليوم معلش انه عم يتم استغلال يعني ازمه اللبنانيين بالخارج، يعني حتى لو صارت الرواتب اللي عم تندفع اوقات للاطباء اقل مما كانت تدفع قبل؟ هلا عم نحكي نحن يعني بصراحه قبل الازمه، انا عم اقول انا ما بعتبر عم يستغلونا. أنا دائما الضعيف بيستلقط بشو ما كان، الثاني له حق يعمل شو ما كان. منا عم نقول خلينا نجرب، إذا قادرين نعض على جرحنا نتعاون ونبقى بهالبلد. وين ما رحنا اللبناني بضل غريب وبحس حاله إنه غريب، وبضل يشتاق يرجع لبلده. ولا بلد بالعالم فيه الحرارة والعاطفة العائلية والتعاضد المجتمعي اللي عندنا اياه موجود مثل ما هو موجود هون. برا عندهم كل شيء الا هاو، نحن عندنا هاو ما عندنا شيء غيره مع الاسف بالوقت الحالي. ولكن انا اكيد انه اذا بنقدر نساعد بعضنا ونامن بعض التحفيزات ان كان داخليه او من الخارج، قادرين نقطع هالمرحله الصعبه اللي نحن فيها. دكتور شرف، رح ارجع لعندك حضرة النقيبه. كنا حكينا قبل شوي عن هجرة واضحة كبيرة للممرضين والممرضات، قد ايه هذا اليوم أثر بالقطاع؟ هذا الأمر قد ايه اليوم أثر بالقطاع؟ بصراحة كان له كتير تأثير، يعني لاحظنا نحن من بعض المستشفيات اللي خصوصا الكبار اللي فقدت فوق 100 وما فوق ممرضين، اضطروا بعض المستشفيات يسكروا الأقسام استشفائية وجمعوا وعطوا للمرضى أكثر من طاقتها. يعني الدراسات بتقول إنه الراسيو أو النسبة المئوية لكل 7 مرضى في مرضى، هيدا عم نحكي بالأقسام الاستشفائية العامة. إذا بدنا نحكي بالعناية الفايقة لا، بينزل العدد بيصير لكل 3 مرضى مرضى. فأوقات لما عم بيكون في نقص عم نحملها للمرضى فوق طاقتها، عم تصير تهتم بدل 7 أو 3 بالـ10 وبالـ15. هيدا الشيء عم يخلق ضغط نفسي وجسدي عندها، وخصوصا لما بتكون الحالات كتير تعبانة، وبالوقت ذاته كمان بيبين له تداعيات على جودة العناية. يعني معقول يصير في بعض الأخطاء، مشان هيك نحن عم نعلي الصوت عم نقول ما عاد فيها القطاع ينزف، بدنا نتساعد سوا لحتى نوقف هالتداعيات ونوقف هالنقص ونرجع نحفز هالناس اللي موجودة تشتغل، وهالطاقم الجديد اللي عم يتخرج نخليه يعني نعطيه حوافز تيبقى بالبلد.
مشان هيك كانت صرختنا. وأنا هون بحب ضوي على شغلة، حاليا نحن ما وقفنا بس عند الصرخة المطلبية، نحن عم نشتغل سوا مع شركائنا لنعمل عقد عمل جماعي بيوحد شروط العمل بكل، إذا بدك، لكل الممرضين بكافة المناطق اللبنانية. ساعتها المرضى اشتغلت بالعاصمة أو اشتغلت بالشمال أو بجنوب أو بطرابلس أو بالبقاع، وين ما كان بيكون عندها ذات الظروف وشروط العمل، الأجر، ساعات العمل اللي هي صارت هلأ بعدها 42 ساعة، وهيدي كمان كتير فيها ضغط. اجمالا بكل العالم عم يشتغلوا 35 ساعة بالاسبوع مش 42، فهيدا كله عم نشتغل عليه حاليا لنتفاوض مع شركائنا والمعنيين لحتى تتوحد شروط وظروف العمل، لحتى فعلا نأمن لها بيئة آمنة وسليمة لهالممرضة او الممرض تيبقى بلبنان. طيب نائبة، في أعداد تقريبية يعني للممرضين أو الممرضات اللي تركوا البلد؟ 2000 تقريبا، نحن حسب احصاءاتنا 2000، بس فيي اقول لك كل يوم كل يوم انا بوجودي بالنقابه بمضي وراء كل يوم بين 20 في أشخاص و30، يعني في ناس، يعني اكيد ال 2000 وفزينا عنهم. هول ال 2000 من 2019 تقريبا لليوم، يعني من وقت ما بلشت الازمات الاقتصاديه وخصوصا من بعد كارثه انفجار مرفق بيروت. هون في كتير ناس هاجروا كمان، هدول مش اللي بس هاجروا كرمال يعني غير الازمه. اللي بطلوا ينزلوا على اشغالهم. نعم، يعني كمان في نقطة مهمة هي الأمان، يعني بالبلد ما عادوا حسوا بأمان، والأزمة الاقتصادية سرعت بهجرتهم. مثل ما كان عم بيقول النقيب، إيه في ناس أمنوا لهم برا، يعني اللي هاجروا لعيالهم لولادهم مدرسة، ساعدوهم، للرجال أو للمرأة كمان أمنوا لها عمل، فهذا الشيء حفزهم لحتى كمان يهاجروا عن مضض، بس كمان تيأمنوا مستقبل لهم ولولادهم أحسن. نعم دكتور شرف، كون حضرتك طبعا نقيب الأطباء في لبنان، هل هناك اختصاصات معينة تضررت أكثر من غيرها؟ احنا بالدرجة الأولى عندنا شي 2500 طبيب تقريبا صاروا مهاجرين، في قسم عم بيروح على الدول العربية، وهي بنعتبرها نص هجرة لأنه بيضلوا يروحوا ويجوا. ويجوا اللي بخوف أكثر هن الكفاءات عم بتروح على الغرب، ويلي بصعوبة باعتقادي بترجع على لبنان، لأنه عم بتأمن حالها كعائلة من كل النواحي إنه تبقى برا. بالاختصاصات اللي هي الاختصاصات الدقيقة يلي عم تدفع الثمن هون، مثلا اختصاصات القلب وجراحة القلب، اختصاصات الدماغ وجراحة الدماغ، اختصاصات الجراحة بالناظور، يعني كل الاختصاصات الدقيقة قسم كبير منها عم نفتقده، ومنها العمليات اللي كنا نعملها قبل مثلا ما عم نقدر بقى نعملها، او عم ننطر الى ان تتأمن بشكل من الاشكال، او اذا بعدها موجودة المشكلة الاكبر هو تقدري تأمني لها المعدات الطبية حتى تقدري تنفذيها. يعني مثلا طبيب يعمل عملية ميل لولد بده اشياء معينه وقياسات معينه، اذا مش موجوده ما قدر يعمل شيء. المشكله تبعها فيها كلفه عاليه، مين بده يدفع الكلفه؟ الدوله ما قادره تدفعها بسبب نقص الفريش ماني، المريض ما قادر يدفع مفلس. دونك هو عم نعاني منهم. اطباء العنايه الفايقه كمان عم نعاني نقص فيهم. اطباء الطوارئ في نقص كبير، ومع هيو كله عم نجرب نشوف بأي طريقة نقدر نقوي هالمراكز هاي تضل موجودة على الأرض. المشكلة الأكبر كل الأكترية، تما أقول كل، يعني فوق 90% من الأطباء الجداد اللي بعدهم طالعين ومتخصصين عم بفل، إنه هاو عم بفلوا، والأعمار يلي هي بين اتنين، بين الجداد وبين الكبار عم بفلوا. عم يبقى تقريباً اللي هن فوق ال 55 سنه يضلوا بلبنان تيساعدونا، عددهم بعده مكفى لحد هلا ولكن على الحدود. نحن اذا بناخد كل عدد الاطباء بلبنان 15,000 طبيب بنقول واو عظيم العدد، ويلي هو نسبيا بالعالم عندنا من اكبر نسبه بالنسبه للمواطن، عندنا طبيب لكل 250 مواطن، ببلاد برا طبيب لكل 1000.
ولكن بهالأزمة تبين أنه هالأعداد هاي منيحة، إنما ضروري يضل في الكفاءات والاختصاصات المعينة موجودة تنقدر نقب بحالتنا. دكتور شرف، هل برأيك هيدا الأزمة ستطول؟ بالطول إذا السياسيين ما تعاونوا جدياً لإيجاد حلول. نحن اجتمعنا بجهات دولية، منظمات دولية، اجتمعنا بفريق من البنك الدولي، كلهم عم بيقولوا واللي عم نسمعه من الدول الغربية ما مستعدين نعطي أي قرش مساعدة للبنان أو للدولة اللبنانية إذا ما شفنا في إصلاحات جدية. لحد هلأ مع الأسف بعد يعني عم نسمع حكي كتير، في محاولات لإصلاح الوضع بوقت قصير، ولكن عمليا على الأرض ما عم نشوف شيء. يعني بعد ضعف من هون دكان يلي كان هون اجتمعنا فيه نحن كنقابة مع نقابة المهندسين من شي شهر أو شهر ونص تقريبا، وبلغنا أنه هو من 3 سنين بلغ المسؤولين بلبنان لوين واصلين إذا ما عملوا أي تدبير لإصلاح الوضع. رجع بعد 3 سنين لقى الوضع مثل ما هو. يعني هذا اللي بحزن. إذا بدأ جهود سياسية جدية. المشكلة الثانية أنه اللي وصلنا لهون هن المسؤولين يلي بإيدهم زمام الحكم بالبلد، يعني شافوا الأمور كيف ماشي وصلونا لهون. طيب هل هن قادرين يصلحوا؟ أنا هذا بيرجع السؤال الكبير، هل اللي خرب هل هو بده يصلح؟ وين ما كان اللي خرب عادة إما بينحط على جنب أو بيتحاكم على القليلة. نحن بعده هو لاقط كل شيء، ما بعرف كيف بدنا نطلع، شو بدها تاخذ وقت حتى حقيقة نطلع من هالنفق. بس أنا مؤمن بالبلد ومؤمن بالشعب يلي رغم كل شيء بعده بعدة أماكن عم بيقاوم حتى ينهض من هالأزمة اللي نحن عايشينها. فعلا دكتور شرف، يعني تحية لكم، تحية لكل الفريق الطبي بالمستشفيات اللي نحن بنعتبره أكيد العمود الفقرة، لا يخفى على أحد الجهود الجبارة اللي أنتم فيها واللي دايما عم بتقوموا فيها، نحن بنشوف حالنا فيكم. حضرة أمنا إيبي، نحن طبعا نتمنى أنه مطالبكم تلاقي أذان صاغية، ولكن كلمة أخيرة لأي حضرتك قبل ما أختم معك. الكلمة الأخيرة أنه عن جد بدعي كل المسؤولين لحتى ينقذوا القطاع التمريضي، لأنه إذا أنقذوا هذا القطاع اللي بيّن عنده دور حيوي بالنظام الصحي، كمان أنقذوا صحة الشعب اللبناني. يعني هي صرخة تحذيرية من القلب لحتى يساعدونا لحتى ننقذ هالقطاع قبل فوات الأوان. وبقلن للمرضين إنه الصامدين اللي أنا بحييهم وبقول بالرغم كل هالأشياء بعد عندهم إيمان بهالبلد، إنه أنا بحط إيدي بإيدهم لكلنا سوا نتساعد، وتيعرفوا إنه النقابة دايماً عم تشتغل لحتى تحسن وتعلي الصوت وتوصل يعني للمطالب، لتحقيق المطالب، ولحتى تستبقي هالمرضات والمرضين بلبنان. فبقوتنا اتحادنا، وإن شاء الله كلنا نتضامن تنلاقي الحلول قبل فوات الأوان، قبل ما يوصل الخلل، قبل ما تطلع الصرخة. نحن ما بالرغم من هيدا كله بعده القطاع التمريضي فعلا عم بيقوم بواجباته على آخر مثل ما بيقولوا رمق، يعني ولا مرة أثر بواجباته حتى لو كان في عليه ضغط، ولا مرة إجينا شكاوى من المرضين ومرضات بالرغم الأعداد القليلة إنه ما عم بيقوموا بواجباتهم. فخلينا نساعدهم تيقدروا يكفوا، لأنه إذا ساعدناهم أكيد عم نساعد حالنا، عم نلاقي في ممرضين وأطباء عم يهتموا بصحة الشعب اللبناني، تكلنا سوا نوصل لبر الأمان وتضل الصحة بألف خير. وبقول أنه بالصحة ما لازم يصح إلا الصحي. نعم، إن شاء الله على أمل أنه تنالوا حقوقكم. يعطيكم ألف عافية ريما ساسين، نقيبة الممرضين والممرضات في لبنان. أنا بدي أشكر مداخلتك معنا، شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا لك دكتور شرف. مرسي. ابو شرف، نعم دكتور شرف ابو شرف، نقيب الاطباء في لبنان. راح نتابع حلقتنا ولكن بعد هذا الفاصل، فابقوا معنا. من جديد اهلا بكم، عم نتابع سوا كلمات سوا. حلقتنا اليوم تحت عنوان القطاع الطبي في غرفه الانعاش. برحب فيك مجددا نقيب الاطباء في لبنان دكتور شرف ابو شرف، اهلا بكم ضيف عزيز معنا اليوم.
دكتور شرف، عم نحكي عن وضع الأطباء والممرضين والممرضات والمستشفيات. الكل بيعرف وقت انفجار آب 4 آب كيف الدكاترة كلها نزلت على الأرض، كيف الكل ما كان مش سألان عن حاله. يعني تم معالجة أكثر من 6000 يعني مريض جريح وجريح، نعم، بوقت كتير قصير، وهو هيدا إنجاز بحد ذاته. أيضا في دكاترة، خلينا نروح نحكي عن ملف الكوروني، قديه في دكاترة ضحوا بأنفسهم. عم نحكي عن 45 تقريبا طبيب استشهد هو عم بيقوم بواجبه الإنساني، قبل ما نقول إنه واجبه كطبيب. هدول الدكاترة دكتور، أوكي، مين اليوم بياخد بحقوقهم، حقوق عيالهم؟ أولا لا شك الأزمات اللي قطعنا فيها، كان بانفجار مرفق بيروت أو بالكورونا، برهنت إنه القطاع الطبي التمريضي عطى من ذاته بدون ما ياخذ بعين الاعتبار لا حاله ولا العدوى اللي ممكن يتلقاها نتيجة علاجه للمرضى. ذكرت حضرتك رحنا 45 شهيد، وقدرنا عملنا بمجلس النواب قانون يعتبرون شهداء حتى عيالهم فيما بعد تقدر تكمل حياتها بطريقة ما. ولكن رغم ذلك وقت اللي قطعت هالأزمة وصلنا على أزمة البنزين، ما كنا نقدر نعبي تانكة بنزين تروح على شغلنا. بينا صاروا كتار من الأطباء يقول لك خي أنا عم بشتغل ببلاش، ما عم يطلع لي شيء من كل هالقصة، وبدي اتبهدل فوق هيدا كله عم حط البنزين، فضل ضل بالبيت. بينا حاولنا نأمن حماية أمنية على المحطات عبر الجيش أو عبر قوى الأمن، مع الأسف ما كانوا قادرين يأمنوا، وهذا جواب اللي كنا نحصل عليه. بعض المحطات بعلاقات خاصة قدرت أمنت بعض الأطباء، بعض المحطات كشركات بعتقد واحدة أو اثنين الكورال وفي حدا تاني قدروا بأوقات معينة يأمنوا لبعض الأطباء، ولكن حقيقة عينينا من هالموضوع لدرجة أنه بالواحد بالآخر بيقرف أنه لا تعريفات فيه، عم بيشتغل مجانا أو شبه مجانا، وبذات الوقت ما عم لاقي حالي انه مكرم بالمجتمع اللي انا عم ضحي لاجله. شو بدي اعمل بعد؟ بفضل فل او بفضل اقعد بالبيت، وبالحالتين مصيبه على البلد ومصيبه على المواطن. من هون بدا شويه وعي اكثر بين بالمجتمع حتى دائما نعطي هالقطاع الطبي التمريضي الصحي حقه ونكرمه مثل ما لازم. دكتور، عم نحكي عن الأزمات للأسف اللي عم تعصف بلبنان، نحكينا هلأ عن صحياً اجتماعياً، خلينا نحكي شوي اقتصادياً دكتور. يعني كون حضرتك نقيب الأطباء في لبنان، نحن بنعرف أن حضرتكم مثلكم مثل أي مواطن لبناني، يعني تم للأسف الاستيلاء على أموالكم اللي حضرتكم وضعينا بالمصارف. هل قمتم يعني بخطوة، هل توجهتم لأحد بخصوص هذا الموضوع؟ نخباء المهن الحرة عقدوا عدة اجتماعات لهالموضوع هيدا، وحاولنا بداية عبر اتصالات مع المعنيين نلاقي حل الموضوع، إن كان وزير المال، إن كان المصارف، إن كان حاكم مصرف لبنان، إنه هالودائع اللي عنا إياها هي ودائع للنقابات مش لفرد، يعني ما يروحوا يعملوا فيها هيركات أو كابيتال كنترول أو يحطوا إيدهم عليها، لأنه هاي إذا بتنقسم على عدد المنتسبين بيطلع كمية كتير قليلة لكل فرد من المنتسبين بالنائبين. مع الأسف ما قدرنا نلاقي حل أكثر من أنه وعود أنه لا ما رح ندق فيهم. وبذات الوقت عبنا كان في تحفيزات بالمصارف للمواطنين المودعين، وخاصة نحن إذا عنا أولادنا عم يدرسوا برا وبدنا ندفع لهم نقدر ندفع لهم التكاليف. حتى هاي كان في صعوبات كبيرة فيها. منها رجعنا عملنا اجتماعات عن طريق نقابة المحامين، كان معنا النقيب خلف النقيب السابق وحاليا النقيب كاسبار، ودينا انذارات الى كل المصارف منحذرها من مغبة التعاون معنا بهالشكل. اولا مصرياتنا مثل مصريات كل المودعين، ونحن نشكل يعني على القليلة في عندك مليون نص مليون منتسب خدي مع عيالهم، يعني صرنا نص الشعب اللبناني. يتأمن حقوقنا مثل ما هي ويحافظ على ودائعنا مثل ما هي بدون ما
ياكلون اياها. هلا مع الاسف قيمه الليره هبطت بشكل قوي بطبيعه الحال، ولكن على القليل اللي حاطينه بالعملات الاجنبيه، وفي قسم حاطينه بالعملات الاجنبيه كنائبات، نقدر نحصل عليه، نقدر نستعمله. ودينا انذارات للمصارف ما لقينا جواب. اليوم كان عندنا اجتماع اخر بنقابه الاطباء مع نقب المهن الحره، واعلمنا نقيب المحامين الاستاذ جاسبار انه راح يكون في خطوات عمليه بيعلنوا عنها نهار الاثنين باجتماع لاحق بنقابه الاطباء للحفاظ على اموال المودعين ككل، وخاصه الطبيب. نقابات المهن الحره، مش بس الطبيب، كل نقابات المهن الحره اللي موجوده. اذا في اشياء عم تنعمل حتى نقدر نحافظ على حقوقنا، والا بيجي واحد اخر عمره مجمع له قرشين بيلاقي حاله ما في شيء، طيب كيف بده يعيش هذا؟ للاسف دكتور شرف، يعني فوق الصعوبات صعوبات جديده. نحن رح نروح لسعاده النائب فادي علامي، عضو لجنه الصحه النيابيه ونائب نقيب اصحاب المستشفيات الخاصه في لبنان. اهلا بكم سعاده النائب. يعطيكم العافيه ومرحبا بروفيسور. هلا معك دكتور فادي. اهلا بكم. سعادتك، يعني بظل ما نشهد من انهيار متسارع للاسف كقطع الدومينو للقطاع الصحي، خصوصا انه غرف العنايه الفائقه باتت ممتلئه ب يعني المستشفيات وعم تستغيث، اليوم برايك سعادتك كيف يمكن تدارك يعني هيدا الامر؟ يعني شو ابرز المشاكل اليوم اللي عم تعاني منها المستشفيات؟ يعني المشاكل العديدة وكبيرة ومعقدة ومرتبطة بمشاكل البلد. يمكن اليوم لنحد شوي من الأزمة اللي صايرة، بما أنها مرتبطة كتير كمان بموضوع الكوفيد والبانداميك، يعني أنه الناس تتلقح والناس تحافظ على اللي مطلوب منها تعمله من وقاية ومن تباعد، لنقدر نخفف من الدخول إلى المستشفى، لأنه المستشفيات غير قادرة بقى أنه تفتح وتستقبل المرضى اللي كانت تقدر، يعني الكباس تبعها انعدمت. اليوم نسبة الاستيعاب بمعظم المستشفيات صارت تحت 50%. امبارح كان في لقاء بلجنة الصحة مع معالي وزير الصحة، وعم نحكي يعني المستشفيات اللي كان عندها طابق كامل وورد مثل ما هو للكوفيد هذيك السنة بشباط، اليوم ما عم تقدر تفتح أكثر من يمكن 30% منه، لأنه أول شيء ما في جهاز تمريضي، وفي عدد كبير من الأطباء اللي يعني تفضل سمعت أنا شو عم بيحكي كان النقيب، كمان في كثير من الأطباء يفلوا او ما بقى عندهم قدره حتى يتواصلوا وينتقلوا على المستشفيات. يعني للاسف صرنا عم نفتش نحن على حلول نخفف من دخول المرضى للمستشفيات، لانه هالمؤسسات هذه الصحيه العريقه اللي صار لها سنين وسنين وسنين بخدمه الانسان وبخدمه هالبلد ورفعت رايه الصحه وميزت لبنان بالعالم، نحن اليوم للاسف عم تنهار وحده ورا الثانيه. وما بخفي عليك من شوي كان في حديث بيني وبين النقيب سليمان هارون على موضوع المازوت اليوم بعد ما تم رفع الدعم. يعني كل ما يزيد سعر كلفة اليوم السوق السوداء للدولار، مين بيتوقع قد ايه المستشفى ممكن تحمل لتقدر تدفع حق المازوت لتغذي الموتورات الجنريتور السبعة اللي هم شغالين تقريبا 24/7 سبعة ايام بالاسبوع. نعم سعادتك، هلا ذكرت حضرتك موضوع اللقاح، قد ايه اليوم اهميه تحرك وزاره الصحه والاجراءات اللي عم بتقوم فيها انه يلي بعده ما اخذ اللقاح يرجع ياخذ اللقاح، ان كان بالماراثون اللي شفناه سبت واحد بكافه المناطق اللبنانيه وغيرها، قد ايه اليوم هيدي الخطوه بتساعد وبتخفف من نسبه المرضى يلي للاسف عم بتكون بقلب المستشفيات ويلي ايضا عم تستهلك يعني كميه كبيره من الاسره وايضا عم بيضطروا يكونوا اوقات بالعنايه الفائقه؟ يعني هيدي يعني صرنا عم نفكر بخطوات استباقيه مثل ما قلت انا، وتركيز الوزير الصحه بمحله وتركيز سياسه الحكومه بموضوع الكوفيد بمحله بتصور اليوم بيبقى بس قد ايه المواطن واعي وقد ايه مستعد انه يتأيد بالتعليمات، قد ايه اللي جاي من خارج لبنان بده يتأيد كمان، رغم انه رح يصير في ابلكيشن جديده او في اجراءات جديده بموضوع البي سي ار وبالنسبه للكونتاكت تريسينج الترصد وغيره، هذا كله رح يكون موجود. بس اليوم اذا اليوم ما في التزام من المواطن وما عم نقدر نوصل الرساله للمواطن انه المستشفيات بحال لا سمح الله مرضت او اخذت الانفكشن تبع الكوفيد واضطريت فوت على مستشفى، رح يكون في صعوبه اول شيء تلاقي محل، ثاني شيء رح تكون مكلفه كثير عليك لانه بدك تتحمل الاعباء الباظه اليوم،
كان فروقات اللي عم تتحملها المستشفيات بموضوع المازوت، بموضوع الدواء، بموضوع المستلزمات، ولست يعني طويله. يعني عم جرب نوصل الرساله للمواطن قد ما في مع الاجراءات اللي امبارح استمعنا لها من قبل معالي الوزير لنقدر نجنبه دخول المستشفى. يعني هذا اللي بدنا اليوم اول شيء نعمل انفورسمنت، يعني الدوله كمان يكون عندها آلية وحطت ورسمت خطة عملها كيف بدها تقدر تفرض. لما بتقول أنا لمثل ما فيني فوت على مطعم إلا ما يكون أنا عندي شهادة اللقاح تبعي مبين أنه أنا vaccinated مرة أو مرتين أو بوستد ثلاث مرات، في حدا بيطبقها. لما بدنا نقول نحن النسب الاستيعابية بالمرافق السياحية تنقول ما لازم تتخطى 50% رح نتأيد فيها، المرافق نفسه رح يتأيدوا فيها، المواطن نفسه رح يتأيد بهالتعليمات هاي اللي بده هي لصالحه. وبنتمنى يقدر توصل لرسالة لإله، لأنه الهدف نرجع نقول نخفف من دخول المواطن للمستشفى، لأنه المستشفى غير قادرة بقى تتحمل مثل ما كانت عم تتحمل قبل، أو بده يتحمل هو العباء، وهو نفسه المواطن اليوم غير قادر إنه يتحمل العباء اللي عم نشوفك اليوم. نعم سعادتك، عم نحكي عن الإجراءات، خلينا شوي نحكي عن فاتورة الاستشفاء. يعني لا يخفى على أحد العملية اللي كانت من كم سنة لورا بتكلف 300,000 400,000، هلأ صارت عم بتكلف ألف، عم تكلف مليون، مليونين، ثلاثة، أربعة، ما بيوقف الرقم. لوين بعد رايحين سعادة النايب؟ يعني للأسف اللي بده يعيش بمستشفى أو إذا كان طبيب بيعرف تماماً المعاناة المواطن والفروقات اللي عم يتحملها المواطن نتيجة أنه المستشفى عم تطلب منه، بما أنه ما في تغطية من قبل الجهات الضامنة الرسمية وحتى الخاصة، لأنه ما بتقدر كمان تقوم بدورة مثل ما هو مطلوب. عم نشوف أرقام خيالية، يعني عملية هيب ريبليسمنت يعني للورك مثلاً بيطلع الفروقات بال 40 مليون و 50 مليون، هيدي ما لنا سستينبل، يعني هي ما فيها تكمل هيك، ما في مواطن يكمل هيك، ولا فيها المستشفى كمان تقدر تأمن فريش كاش، لأنه كل شيء صرنا هلا بسوق الفريش نحن بلبنان، يعني لا المصارف عندها التسهيلات ولا الشركات واللي بيستوردوا هالمستلزمات أو هالأدوية كله عم يطلب فريش. يعني اليوم بدنا نحكي فريش بسعر السوق، وهيدي عم تصير مبالغ هائلة، وكل ما زاد اليوم سعر الصرف وما في شيء موقفه لحديت هلا عبر المنصات هدول اللي لحديت هلا ما قدرنا آلية، ما لقينا آلية لنقدر نضبطهم، وما لقينا آلية بعد نقدر نضبط الناس اللي وراهم ونحاسبهم. للأسف هيدا منه سستينبل، هيدا منه مستدام، ما في كمل. يعني في وضع مأساوي عم نعيشه كل يوم، وسياساتنا معلش خلينا نكون صريحين، السياسات اللي صارت اليوم حطت المواطن مع المستشفى والطبيب بمواجهه بعضه. هيدا اللي كان بدي اسالك اياه سعادتك، نعم يعني الطاقم يعني الطبي وكأنه الطاقم يعني الطبي كأنه بس خليك يضع اللوم. تفضل. نعم تفضلي تفضلي سعادتك، كنت عم اقول هيدا اللي بتضوع عليه انه الطاقم الطبي بصراحه يضع اللوم على المستشفيات انه ما عم تعطي الموظف حقه، في حين انه المستشفيات يعني انه يقال انه هي عم تتقاضى يعني مبالغ خياليه، يعني بين هون وبين هون، والضمان او التامين ما بقى عم بغطوا يعني ولا عم يقبلوا اصلا بالوراق او يقوموا بالمهمه اللي كانت قبل هي موكله لهم، وللاسف عم تطلع براس المواطن. يعني كمان برجع انا للقاءات اللي عملناها بلجنه الصحه مع الجهات الضامنه الرسميه، باغلبها بتعترف انه التعريفات اللي محطوطه اليوم مشحفه وغير محققه، وانه بالتالي في ضروره لتعديلها، بس بدهم موازنه. يعني اليوم اذا ما عندهم هالبادجت ليقدروا يصرفوا ما رح يقدروا يصرفوا. اليوم بعطيكي مثل، يعني الاقامه تنقول بسعر تعرفه الضمان 90,000 مقبيلة معدل الكلفة من نهار إذا بنجمع المازوت والأكسجين والمصل بالمستشفى بيكون مليونين، يعني بين 90,000 اللي كان محطوطة من قبل جهات الضامنة الرسمية بين الكلفة الفعلية اليوم اللي عم تضطر المستشفيات تتحملها لأنه بدها تدفع وتأمن كل شيء بسعر الفريش سعر السوق السوداء، في يعني فرق شاسع جدا جدا جدا، وما بعرف انا كيف ممكن يعني يكملوا هالمؤسسات. وهذا اللي بنخاف منه نحن بالمستقبل، انه هالمؤسسات الخاصه هيدي اللي موجوده، وحتى الحكوميه اللي عم بتلاقي اصلا صعوبه، عدد قليل منها اللي عم بيقدر يقوم بالدور المطلوب منه،
حتى المستشفيات الحكومية عم تلاقي صعوبة إنها تقدر تكمل، ودائما في عقلية إنه لازم قد ما فينا نحن يعني نحافظ وندرس ونعيد هندسة أعمال هالمؤسسات الاستشفائية، نخفف من الأعباء التشغيلية تبعها لنقدر نضاين، بس هذا ممكن يضاين سنة وسنتين على بمستوى نعم. الانحدار اللي عم نشوفه اليوم نحن على كل صعب. نعم دكتور شرف، كيف برأيك معقول هالمؤسسات تكمل مثل ما بقول سعادته؟ أنا سمعت النائب هارون عم بيقول في ما لا يقول عن 30-40 بالمستشفى بلبنان مستشفيات خاصة، إذا ضل الوضع على ما هو عليه من هلأ لكذا شهر رح تسكر. نعم. وأنا هاي بعتبرها كارثة، لأنه بالمقابل مع الأسف المستشفيات الحكومية يلي هي يفترض كان تكون مجهزة لاستيعاب الموضوع، كلنا بنعرف وضعها كيف هو، مع استثناء وحيد يلي هو أساساً مستشفى الحريري ونجح فيما يتعلق بمعالجة مرضى كورونا، وأنا باعتقادي نجح لسببين. من مايل كان في مدير مستشفى جدير بالعمل كفوق وعم يشتغل مظبوط يلي هو الوزير الحالي وأعطى نتيجة كتير منيحة. من مايل إجا مساعدات من برا، ما ننسى أنه أخذوا منظمة الصحة العالمية دعمتهم بقوة وإجاهم مساعدات مادية مباشرة من برا عن طريق إحدى شركات التلفزي، بعتقد وقتها عملوا لها برنامج على ليلة فوتت لهم 10 مليون دولار. وإلا كان وضع حتى مستشفى الحريري مش منيح. الوضع تيتحسن ذكر الأستاذ فادي أنه ضروري إعادة النظر بكل هالسياسة الصحية اللي كنا عايشينها، نتعاون حتى نقطع المرحلة بالتي هي، نأمن مداخيل من برا لأنه مع الأسف مصاري ما في، عم نشتغل ببلاش، وإذا ما تأمن الحد الأدنى للمعدات والمستحضرات والأدوية تنقدر نكمل شغلنا، مصيبة أكبر إذا زادت أعداد المرضى. يلي فتحت سيرة كورونا حضرتك، بالكورونا عم نقله للناس وذكر الأستاذ فادي روحوا يا عمي تلقحوا خذوا اللقاح، لأنه مصيبة اللقاح إذا حصلت بتضل أقل بكثير من مصيبة الفيروس إذا أكلته. هيدا واحد. اثنين، إذا تعبت المستشفيات بالمرضى الكورونا وصارت تقريبا 90% بعتقد مفولة، نحن ماشيين إلى إغلاق جديد. إذا بتتذكر عم نول على الأعياد رغم كل الصرخة اللي قلناها والوعود اللي أخذناها ما حدا التزم، كانت النتيجة اضطرينا نسكر فيما بعد 3-4 أشهر. هون ماشيين على زيت الخط، إذا ما تأيدوا المواطنين بالتدابير الوقائية وأخذوا الأمور بجدية، وأصحاب المطاعم والمقاهي ودور العبادة حتى يتأيدوا، ممنوع التجمعات بكثرة، الكمامة تستعمل، تنظيف اليدين، يعني ننتبع حالنا تنقدر ننتبع على حولنا وننقذ حياتنا من مشاكل صحية نحن بغنى عنها. أضف إلى أنه ما بقى عنا إمكانية نعالج، إذا تفولت المستشفيات وين بدي روح؟ إذا أكسجين مش بسهولة عم بقدر أحضر عليه، كل شيء صار غالي. من ضروري قصة التوعية، ومشكورين بالإعلام عم بتقوموا فيها، بسرعة نعمل شيء حتى ما نوصل إلى حائط مسدود إن شاء الله. لا طبعا. سعادة النايب، هل هناك من توصيات يعني اليوم أو صوت نقدر نضمه لصوت الأطباء وصوت الممرضين من قبلكم؟ يعني كل شيء فينا نقول، يعني الكلام هين نقول بدنا نصمد، لأنه يجبنا نصمد هلأ بهيك ظروف صعبة، بس بنفس الوقت كمان بدنا نفتش على حلول. كلنا بنعرف وضع البلد، نعرف المسار الطويل وخطة التعافي الإيكونوميك ريكوفري بلان اللي مطلوبة الحكومة تحطها، لأنه يمكن هي رح تكون بوادر لأنه نبدأ يعني نطلع على السكة الصحيحة. إذا بدنا نقول يعني اليوم الكل منظر أنه ينعمل مفاوضات مع الـ IMF، يمكن بعد الـ IMF والكابيتال كنترول والخطة التعافي، أنه بوقتها منقول يمكن نحن اليوم بدينا مسار طويل طويل، يعني long term رح يكون، بس على القليل بنعرف حالنا أنه بدينا من النقطة الصحيحة. من هلأ لوقته كلنا عم نضحي وبدنا نكمل نضحي،
أنا بشوف بموضوع الاستشفاء شيء طرحناه بنقابة المستشفيات وعملنا ووركشوب، بتصور حضرة النقيب حضر معنا وقتها، عملنا ووركشوب عزمنا فيه السفارات والمؤسسات الدولية، اعتمدنا نقابة المستشفيات كبلاتفورم لأنه عم نلاقي صعوبة إنه تجي المساعدات مثل ما لازم تجي للدولة اللبنانية، اعتبرنا النقابة كمنصة لتقدر تتواصل مع هالجهات هاي، وشرحنا لهم حجم المعاناة والمشاكل اللي عم بتصير، واتفقنا انه يكون في لجنة للتابع ونشوف اذا ممكن نقدر ناخذ المساعدات المطلوبة اللي ذكرها النقيب من شوي عبرهم وديركت عبر منصة النقابة بآليات معينة وأفكار معينة. هلا هيدا يمكن الحل المتاح لنا. معالي وزير الصحة يعني بأكثر من لقاء كنا نحن وياه كمان حكينا بنفس الكلام، هو انا بعتبره ان اونست بروكر مثل بقوله، رح ياخذ هالموضوع بجديه، وبتصور بده ياخذه يعني بده يدرسه اكثر واكثر، ويقدر يخلق نوع من التواصل مع جهات الدوليه المانحه اللي موجوده ليقدر يشوف كيف بيقدر يامن مساعدات للقطاع الخاص والقطاع العام اثنيناتهم سوا، لانه بالنهايه اثنيناتهم بكملوا بعضهم. يعني هيدا يمكن المسار اللي بدنا نركز عليه من هلا لنكون نحن رجعنا حطينا البلد على خطة التعافي، وبدينا مثل ما بيقولوا هالخطة الطريق الطويلة اللي لازم نعتمدها لنوصل لأيام أريح من هلا. نعم إن شاء الله سعادة النائب. أنا بدي واجه له شكر للأساس فادي الصراحة وعبره للجنة الصحة النيابية برئاسة الدكتور عاصم عراجي يلي عم بيقوموا حقيقة بمجهود قوي لحماية القطاع الصحي وخاصة الطبي والتمريضي، حمايته مهنيا واجتماعيا وقانونيا، وبتأمل أنه نقدر نكمل الطريق اللي بلشناها سوا حتى نوصل إلى الهدف المنشود، لأنه وضعنا مثل ما ذكرت حضرتك جدا مأزوم. إذا ما تعاوننا جميعا وكلنا مسؤولين، المسؤولية لا تقع فقط على القطاع التشريعي أو التنفيذي، كل لبناني مسؤول بهالموضوع، هذا ضروري نتعاون تنقدر نحافظ على حالنا وعلى بلدنا، وإلا وضعنا جدا سيء. بشكرك وبتأمل أنه بهالقوانين اللي طلعت والقوانين اللي بعدها موجودة عم تندرس لتطلع، نقدر كمان نحفز الطاقم الطبي التمريضي الصحي على البقاء والمجاهدة تنكمل لقدام. نعم دكتور شرف أبو شرف نقيب الأطباء في لبنان، شكرا جزيلا لحضرتك. أنا بدي أشكر حضورك معنا، وأيضا سعادة النائب فادي علامي عضو كتلة التنمية والتحرير، شكرا لهذه المداخلة. على أمل أنه تتحقق كل المطالب اللي حضرتك ذكرتها، وعلى أمل دكتور أنه ينشط عن جديد هذا القطاع إن كان اقتصاديا إن كان قانونيا وأيضا اجتماعيا عن جديد. يعطيكم ألف عافية. شكرا لك. شكرا. نعم. يحتاج القطاع الطبي في لبنان إلى استشفاء اليوم قبل الغد حتى يعود هذا البلد وجهة للسياحة الطبية وملاذا شافيا لكل مريض وعليل. يحتاج هذا القطاع إلى المزيد من الأكسجين ليخرج من غرفة الإنعاش إلى دوره التاريخي الذي لطالما رفع اسم لبنان عاليا. دمتم سالمين من كل علة، وإلى اللقاء.